ايش جوك في الالحان انت؟ اكثر شيء اكثر جوك؟ يعني طربي تجاد طربي مثل ابغى شيء انت لحنته انت بالضبط. انا لحنت زي اللي انا اللي هي انشهرت هذه شو مسوي فيك الهم انا لحنتها الله بالله سمعت بيت شيله تحيه عسكريه لا ابغى حق الحارثي دقيقة انا سويتها ولحنتها في كمان اللهم صل محمد اوبريت اوبريت العيد حق تبوك لحنا فيه لحنت فيه اللهم صل على محمد ايش مسوي فيك الهم؟ تعرف احمد ها؟ وش مسوي فيك الهم؟ ايش مسوي فيك الهم؟ عطنا عطنا بيتين منها يا جماعه والله قلت لهم مرتين اي لا لا انا ابغى اسمعها منك لايف وش ما قلت نايم كنت كنت نايم بشكل والله شنو هي؟ يا خليت قهوه على راحتك طيب خليني اقول لك قصتها ها ايش قصتها؟ عشان يصير لك شيء حصري عايش الجو يعني يصير لك شيء حصري حلو يا لي انا ايه يا لب اي الاستاذ احمد طيب اي لاف يو محمود الله يخليك يا سلام يا سلام طبعا هذه طبعا تقريبا قبل 9 سنوات حلو او اكثر يمكن او لا 7 سنوات او اكثر جميل كنت يوم جالس اتابع التلفزيون حلو وكانت فكره البرنامج مره حلوه حلو كل متصل يعطي شطر كل متصل انت قاعد تتابع برنامج انا جالس اتابع البرنامج حلو جلست انا كذا صدفه وقمت اتابع فكل متصل يعطي شطر والثاني كمل شطر فاتصل المتصل الاول قال شو مسوي فيك الهم كان راسه جابها المتصل نعم فشكرا كذا خلاص جاء المتصل الثاني يا شايله وحدك الله تحس في انا بديت انشد للكلمات عرفت كيف؟ ف على طول جبت ورقه وقلم والمتصل الاول ايش مسوي فيك الهم؟ الثاني يا شايله وحدك الثالث خلى الكدر والغم الرابع يقابلك سعدك يعني القصيده كلها من المتصلين كل شطر كل كلمتين يعني كل هذا يكمله من المتصل يلا ففكرة محفزة ترى للشعراء جدا او محفزة للي يقدروا يكتبون ايش خواطر جدا عرفت كيف؟ فبديت اكتب يا شايله وحدك يا شو مسوي فيك الهم يا شايله وحدك خلى الكدر والغم يقابلك سعدك مرضى انا اشوفك ايدك على خدك سلام الدنيا ما تسوى الدمعة والشكوى الله جاية رنانة حلوة فهمتني انت؟ جاية رنانة بشكل جدا جميل كتبت الكلمات انا حفظتها عندي حطيتها بمحفظتي زمان قبل الجوالات والاخ عرفت؟ يعني انت كبير الحين شايب يعني نعم يقول قبل الجوالات والله جد حسسني احرجه كمل خلي ياخذ جوك اوكي 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 عرفت كيف؟ بعدين يا طويل العمر السلامه خليني اشيل النظارات اللهم صل محمد بعد ما كتبته وحطيته بالمحفظه حلو؟ حلو بقيت في المحفظه معاي كل ما اطلعها إذا حسيت إن نفسيتي تعطيني لحن جربت ما حسيت نفسيتي رديت الورقة في المحفظة حل. تخيل والله العظيم بدون مبالغة وممكن أغلب اللي يترنموا دائما حتى العاديين اللي صوتهم عادية تلقاهم في وقت الترويش يجمع أنا كنت في دورة المياه أتروش ترنمت فيها سك المايك عرفت كيف؟ رحت حطيت من شفتي طلعت سجلت يعني جزئيه منها ورجعت حلو نفس اللحن اللي انجبته الحين ايش مسوي فيك الهم يا شايله وحدك الله بقيت حفظتها عندي السؤال يطرح نفسه وين سجلتها سجلتها بجوال شلون يعني لا انا اقصد انا رمز محمد جوال العنيد او جوال ايش اسمه أنا 95 كله في تسجيلات بس فكرتها ترى نفس الشيء حتى أحيانا لما أطلع أنا من الصلاة ساعتها أم في هذه أقرب مقام يعني يعجبك مرة يعني وما تبغى يطير عليك ما شو أسوي أطلع بالسير على طول ما أتكلم عن المصلين ولا أسلم عليهم يعني أحاول أنشغل بأي شيء أطلع وأروح أسجله والله عشان ما يطير إي وما زالت ترى ما أقدر أسمع ما أبغى أسمع شيء إذا بالي لحن يطير يروح إي خرب ولا أقرأ عليك واحد خلاص انتهى راح ضاع اسلم جلس اللحم معي ذا 8 شهور بالضبط ما سجلت شيء ما سجلت قبل الانتهاء 8 شهور دق علي عبد الله سكيتي الله يستر عليه ويذكره بالخير امين قال لي يا محمود عندنا مهرجان
اسمه مهرجان الخير او شيء من هذا القبيل، ناسي والله، كان في بريده المهرجان ذا، وقال نبغاك تشارك فيه يعني. جميل. كمشاركه. قلت له والله ماني مجهز شيء انا يعني. عرفت؟ قال تيجي ونجهز احنا الشيء. قلت الله يبيض وجهك. فعلا حركت قبل المهرجان بيومين، حتى اذكر قابلت شباب مرشدين كثيرين هناك قابلتهم. لكن سجلنا اي كانت الله يرحمه عودة ولي العهد سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه، كان مريض ورجع للسعودية، فكان له مهرجان، فسوينا عمل اسمه سلطاني في وجه سموه ومناجا شمس تغيب شعة النور لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا. خش معي في الكورال أبو صالح الله يستر عليه عبد الله سكيتي. خلصنا العمل ذا. بعد ما خلصناه قلت لأبو صالح يا أخي عندي حاجة بسجلها يعني. حلو. قال لي أبشر هناك. خلاص تعال صب صب هنا، تعال صب هنا، جيب قهوة ما يطلع. خلنا أنا خله عرفت فوق 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 عندك. قلت له أبو صالح كذا كذا كذا. قال خلنا نسمعها. إيه قهوة القصيدة عندك. قلت له سمع. قلت له شو مسوي فيك الهام الله يا شايلة وحدك خلي الكدر والغم ويقى. عجبته عبد الله مره. قال عبد الله اي قال عبد الله بدخل معك فيها كمقطع. ايش 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 لانت لانت. قال بدخل بس انا عندي شاي بعد راسي. ايش الله يخليك. بس ايش سلام. قال بدخل معك فيها يعني. قلت سم. فأديت انا اديتها كلها الاولى وعادها عبد الله الثاني وانتشرت، بس ما حد يعرف مين اللي مع عبد الله. حلو. ما حد يعرفه يعني، ما حد يعرف. وايامها ما كان ما في سوشيال ميديا ايامها ولا شيء يعني، ما يمديك تقول ذا العمل عملي جدا قديم. هي كم راح ومشي ايام البلوتوث قبل اليوتيوب. إيه كم سنه لها؟ ما ادري والله. قبل اليوتيوب اتذكر حتى اول ما نزل ايام المقاطع كانت ترسل. راح دق بابك عشان ترسل لي مقطع بلوتوث. يو قديمي. اي بعدين انا بس الصراحه في حاجه غريبه يعني يحس فيها المؤدي او صاحب الصوت، يحس بشعور غريب لما يشوف ناس تأدي عمله. إيه؟ يعني ناس مثلا المفروض يكون عندها مخزون كبير فني جدا وكبار مثلا يعني على بلاطة. ها يأدون العمل ذا حقك ويكرروه. يجيك احساس انه عندك انت شيء، يجيك احساس انه عندك شيء لدرجه ان المنشدين كبار قاموا ينشدون. اي يأدونها ويعيدونها ويزيدون نجاح. يعتبر إيه؟ نجاح يعني. اذكر انا في زد رصيدك 4 و5 و6 كنت اسمعها دائما. تستاهل. شو مسوي فيك هم؟ اي كنت اسمعها دائما يعني. شو مسوي فيك الهم حقت منو؟ فكانت امس بالله والله ما شاء الله. شوف هذا ما حضرت الحفل. تدري يوم لا بس شو مسوي في هذا؟ تدري ان هي هذه ولا يوم قدمها عبد المجيد وقال ان محمود حقت شو مسوي فيك الهم؟ والله اني انصدمت. ما كنت ادري. انا بالله اني ما كنت ادري يا رجال اسمع 24 ساعة ما شاء الله. والله ما كنت ادري. لا تذكر متى اول مرة قلت لي؟ في التليفون دق اول ما سوينا جروب وكذا دقت عليه وسولفني. قال انا لي نشيد مشتهر. قلت وش سمعني اياه؟ اعطاني اياه. لا راعي هذا هو هذا اللي عندي بس يا قدمه اقدم شيء من ايام قديم قديم. بالله بالله ابيك تقول الحين يا الله. قالها قبل شوي. لو شو بس يلا يلا عشان يلا لا تبدأ. يعني ما انت مصدق؟ لا والله غمض غمض والله محمود تقدر تمجيد استحي من عبد الله تمجيد غمض استحي من محمود يرب ما يحط المايك عندنا. yeah. شو مسوي فيك الهام يا شايلة وحدك خلي الكدر والغم ويقابلك سعدك مرضى أنا أشوفك إيدك على خدك الدنيا يا فيصل والله ما تسوى اضحك وخليها ربك يسويها الدنيا ما تسوى الدمع والشكوى
شغل السيارة وليد، شغل السيارة. شو مسوي في كل هم؟ بس خلص ليها جلسة. يلا يا شايلة وحدك. سلام. اسلم 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 يا سعد. اسمع اسمع. والله اني قادح. والله اني عارف. والله اني كنت اسمعها. خليني بقولها قدامك. بما كنت اسمع المنشد الحين المنشد الرسمي قدامك. والملح شو مسوي في كل هم؟ اسلم الحين عارفين اللحن تمام. ابغاك تجيب ليها بمقام ثاني. يلا تحدي. شو مسوي في كل هم؟ ما طلع من البيت لسه يا شايله. انا غيرت اللحن يعني طريقه اللحن. جيب لي مقام ثاني. جيب لي كرد مثلا. شمس في كل هم يا شايلة وحدك. خل الكدار والغم ينافسك بعدك. صح قبلك سادي يا ولد. هذه اذا سمعتها ضيم ودك تدخل بجدار على طول. انا لو اعرف المقامات كان الصبح. حزين حزين. ما اعرف انا يا رجال. انا لازم ايش مسوي فيك الهم. يا شايله وحدك. خل الكدار والغم. البيت هذا ما حفظته. قابلك سعادة وقابلك سعادة. رضانا اشوفك. الله ايدك على. خلنا نطلع. ها قلبي ابي على الكرسي. دقيقة دقيقة عيال انا في مشكلة هنا. ما ادري حصلت لكم الحين وش هي؟ انا لي كم يوم من ايام التصوير ثلاث ايام. حلو. تشوفون عيني ذي تتحرك الجفن. اي تقول كذا. اسالك بالله ليه قلبي؟ شوف شوف حتى وانا اذن قامت يمسك ما ادري احس عصب. دقيقه انت فيك اول مره تجيب. انت فيك حور. اي زين فيك حور صح؟ اي الحور ترى مع الارهاق. اذا حذفت عينك بالغلط بعض الاحيان ترى صدق. بس اذا حذفت عينك بعض الاحيان ترمش عشان ترجع. اوكي بس لا الحين انا احس فيه تحس الرمش زيد. اي هذه طبيعي. قلت يمكن ما استوعب اول مره صلى على النبي. يلي مرت انت مزيونه مهرة وتزين الساحة. يا مرحبا الف بركاته. والله قرفت تروشت. لا يعني كان في ضغط نفسي وكمان لازم تاكلون يعني كان انا كنت شايل هم انه لازم تاكلون بس يا اخي قوي. والله اشتقنا لا بس انه ضروري. لا ضروري الشباب يستمتعوا في الاكل بعد. مو هو انه استمتعتوا يا والله انا انبسطت والله تدري قاعد اكل. لا ملح يا جيم. الله يجبر بخاطرك. ما عجبتك السالفه؟ لا طيب اوكي بمشي. حاول انك تعيد مره ثانيه بس باسلوب افضل. سريع انك تناظر كذا. السلام عليكم. وش بك تناظر كذا؟ والله يا ولد شو الخبر؟ قلت لي شو مسوي يا ابي؟ شو وضع القهوه؟ اسلم اسلم اسلم. قول لي الكلام. بقول لكم فايده في اشياء مو واضحه يعني هذا فلا توضح يعني ما له داعي توضح. نرجع محور حديثنا. انا عندي شويه كلام بقوله لكم بمشي. قول يا بعد راس. ابيكم تسمعوا الكلام اللي انا بقوله وبمشي بعدها. عرفنا انك تمشي. قول امشي بعدين قله. لا انا عرفنا انه بيمشي بس قول لكم امشي وما له داعي اقول الكلام. والله لايك هذا اي لاف يا فولو. طيب كومنت في كومنت يا شباب. ما عجبتك؟ والله انه حلو بس انك كان حل نفسيات فهمت؟ والله حلو. عززوا يا شباب عليكم امر الله. والله حلو. يلا من وين الساعة هذه؟ والله يا جماعة الخير قبل تضر وقت ترى علي الاذان. عليك الاذان؟ مغرب متحمس. خليك عند المسجد. متحمس استغفر الله. اذان هذا يا عبد الله. لا اقول الايمانيات مرتفعه بلاش تبغى اجر انت الحين. يبيك ما له دخل يعني. انت ما قلت ايمانيات مرتفعه. انت قلت متحمس. هو يقول متحمس لوحدك. اكيد الواحد يسوي شيء هو متحمس له يعني. ايش كيف الله تحمس. الله يوفقك يا رب. الله يوفقك بس صح. يبيك تتحمس. والله ما ادري وان الاذى مو علي اني يعني صرفته لكن طلعت الساعه بكره بس عاد لقيت طالع عبر الحمام. انت لا تنزل الجو اليوم يا صدمني موقفك من عيال.
الصبح انا حسيت في مطر ما ادري انا تهيالي ولا في جرش كثير جرش ما ادري صوت الهواء على جرش كثير جرش وانت نايمين جرش اي لا يوم قمت انا حسيت كذا حسيت في رج واقوم لا لا الله يجزاه بالخير علي كلثم الله يجزاه جزاك علي علي يا الله علي يا الله يا علي علي شيء شيء الساعة 7 يقول لي صلاة اي صلاة يقول لك الساعة 7 طقطق والله شوف حنا لازم نسوي له حنا غرفة تعزل علي والله لازم خلنا نسوي له حنا غرفة تعزل متى بعد الساعة 1 ندخله فيها نقفل عليه والله واحد كان يعشق بدون اكل والله يعطانا كم تعشيق واحد هو راقد الله يجزاه خير كيف تعشيق؟ شاخر يعني ما قال يعني شخير والله واجدين الشباب اللي يعشقون انه نايمين اي والله في واحد على يساري والله لا والله على يمينك دقيقة والله ادري من هو قدر تعشيق المشكلة المشكلة جنب سرير تعال منو؟ على يمينك هذا صادق والله يدرب حلقه مقامات بن انا انت انا ذيك مرة بنت براس رجالي من عنده الاذان ولا عنده؟ الاذان عند من يا عيال؟ هي نفسك سابق يا عيال من زمان قسم بالله ما شفت كذا مديت نظري على مد البصر دايم على جوال ولا شيء الحمد لله والله العظيم شايف هذا الترك الجوال شوف والله يا شباب يومين ما مسكت جوال ترى والله انجاز ترى ترى الحين اذا جلست كطفشت تدري متى توصل ان تدري انك وصلت لحاله الادمان في الجوال زين بعض الاحيان وانت تمشي تحس ان في خلايا هنا تهتز جد والله جد ترى في خلايا تعودت على الجوال والله العظيم شفت الحركات اللي مثل ما يقول شو اسمه المسعود يقول بعض الاحيان تقول عينك كذا صح الخلايا زي اللي يكون فيها ذا تهتز هذه تعودت على الجوال كل ما هز الجوال ذا في الخلايا هذه تصير تعودت على هذا الشيء كل شوي تهتز تهتز ليش وانت تحس ان الجوال اذا انت وصلت لمرحله ادمان في الجوال والله شكرا على المعلومه اللي ما اثق بمصادر والله انها صدق يعني اثق والله انها صدق طيب ايش طيب لو انا فرضا حاط الجوال في جيبي ايوه وما امسكه كثير ويقعد يهتز طيب اذا سبت الجوال تقعد تهتز بس ما صح انا كنت معلومه صح لكن ما تفرق تمام هو رفع الشر هو لا انا جيت افكر معطينا 70 اليوم عشان كذا عندي مسولف عنده انا وفي معلومه تبون معلومه ثانيه اوكي والله شوف المعلومه هذاك راح استلم المعلومه هذه والله انها صدق قدو كل ما بقول سافه يروح يم الحاجه انا اعلمكم حظي ما استلم والله هذه معلومه صدق شوف اصبعك كذا ناظر اصبعك كذا ناظر شوف فيه تحس ان فيه نزله كذا ورقيه ايه ها شفت النزله هذه ترى من اثر الجوال كذاب انا امسكه باليسار هذا اليمين طيب انا ما شفت اصبعك عشان اقول ان في نزله لا انا اليمين في نزله بس اي بس شوف النزله هذه شوف كيف شوف الفرق بين هذه وهذه اي والله اصبر خلك شفت طبعا يعني انا اطلع من البرنامج متعدله والله اعلم يمكن الله ايوه انت وشوف بتحشر بعد والله ما في صح ما في لا والله ماني مركز ما والله يا ولد يعني ما عندك معلومات يعني والله عندي سيده ترى ما طقطق بالجوال واجد عندك سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مره قول لا اله